تليفونك فصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل حبايبي ومتابعيني في أنحاء العالم، بحبكم في الله وكل طيبين. بمناسبة المرض ده مش شايفين النمل؟ شايفين حاج؟ يعني أخش البلكونة النمل يجي عليا من على السور مجنني ومعذبني فوق. أنا حبيته حتى على تليفون إسلامي النمل جه علي. أنا حبيت النهاردة أصور لكم فيديو من البلكونة في الهواء ونحتفل مع بعض بمناسبة المرض النبي الشريف ونهاية الفيديو. نزلت لكم اغنيه ان شاء الله بدون حقوق طبع ونشر باذن الله. يا رب تعجبكم، بسيطه كده وتضحككم، وانا بحبها قوي وانا صغيره بتاعت اصفاء بالصوت. تمام، بحب ارحب بكل اصحابي وحبايبي في انحاء العالم والامه العربيه. طبعا حبيبي زي ما انتم عارفين افتحي اسامي التليفون عشان في كلمتين كاتباهم على التليفون لازم اقولهم من التليفون. ما تهزش اسامي الكاميرا كالعاده. انا اسف عشان كنت مركز في التليفون. تمام، انا الكلمتين اللي على التليفون دول انا حافظاهم، بس يعني في حاجه تانية ان انا هرحب بكل اصحابي وحبايبي. هما فين مش عارفه، استنى اما اشوف في ورقه تانية. يا رب على النمل هيجنني. مع اني مستنده على البلكونه والله. فين هي اسلام؟ طلعها ازاي؟ انا اللي هي الورقه اللي فيها. ايوه فين؟ انزلي. التانية فين؟ دي اللي انا سمرها لك. ايوه دي. مرحب في بداية الفيديو، معلش نانيا مجنني بكل حبايبي وخصوصا أستاذ وليد من الجزائر والعراق الوطني. تمام، بردك من العراق أم حفصة صديقتي حبيبتي. أمين، أستاذ أمين من تونس، أهلا وسهلا بيك. والغالي على قلبي دايما ببابا أستاذ صقر أبو جعفر من اليمن، الله يرحمك يا بابا، بيفكرني دايما بحرب اليمن اللي هو كان مشترك فيها. كل سنة وانتم طيبين. كاترينا من فرنسا، دودو رياض من مصر بحبك في الله، أحمد من القاهرة، طبعا ماي حبيبة قلبي من المغرب وكل الأمة العربية. كل سنة وانتم طيبين. شايفين النمل؟ شايفين والله العظيم أهو، شايفين يعني أنا بعيدة أهو خلاص عن السور وما شاء الله وصل لرقبتي اهو. وانا برضه شايفين حجاني مش عارفه ادخل البلكونه هشم هوا بسبب الموضوع ده والله العظيم. لو حد عارف اي بير صور اي حاجه لوح حلو يكتبه لنا في التعليق هنجيبه ونروح. لو كنت وصلت لحد كده في الفيلم الغريب بتاعنا دوت كالعاده اظبطي اسامي الكاميرا لو سمحتش، محدش يتريق على ماما عشان عارفاك مش ظابطها كالعاده. انا برتاح. برحب بكل الناس اللي داخلين عندي طبعا، رحبت بيهم والاخوه التانيين وعمر اخي من الجزائر وابن اسماعيل سوري عايش في تركيا وكل حبايبي وهبه وفوفا واميره وكل حبايبي واصحابي وراشا واستاذ احمد مسلم من اللي طبعا هو دلوقتي في تركيا. والف مبروك على تفعيل قراراتك يا استاذ احمد، كان شرف ليا ان انا كنت معاك خطوه بخطوه. الف الف مبروك على قراراتك وتفعيلها. تمام. انا عايز النهارده اديكم نبذه كده عن مولد النبي الشريف. يا رب الصوت يكون واضح ان شاء الله. لو كان هحاول ان انا اعليه. طبعا بيكون له طابع خاص جدا في مصر، خصوصا في مصر بيكون له طابع حلو ومميز جدا. طبعا ايام العصر الفاطمي طبعا كان دايما بيحاولوا يعملوا بهجه وطابع خاص لمصر خصوصا في المولد النبوي الشريف. طبعا المعز لله الدين الفاطمي كان بيحتفل باليوم ده مع الشعب، كان بيخرج راكب حصان وزوجته على حصان تاني ولابسه فستان ابيض. وانا النهارده كان نفسي البس فستان ابيض بس للاسف ما لقيتش عندي عبايه بيضاء ولا فستان ابيض، لبست لكم تحجيبه بيضاء. تمام، وكان بيأمر الناس في صناع الحلاوه بل ان هم يعملوا حلاوه سمسميه والحاجات الحلويات دي. لكن سبحان الله في سنه مع السنه الثانيه صناع الحلاوه جات لهم فكره ان هم من الخليفه المعز لله الفاطمي ان هو كان ده مليان على حصان وزوجته على حصان ده نفس الحصان الاب. من هنا جات لهم فكره الحصان والعروسه ان هم يصنعوها في قوالب وتطلع بيغيروا الوانها بقى، اذا كانت عروسه بيضاء ماشي، عروسه حمراء بيحطوا لها الوان طبيعيه بيكون من الكركريه من الكريز من المواد اللي هي الطبيعيه بيغيروا اللون بتاع العروسه القالب بتاع الحلاوه بتطلع احلى عروسه واحلى حصان. تمام، دي كانت فكره العروسه والحصان جم ازاي. تمام، فاتمنى لكل البلاد العربيه اللي هم ما يعرفوش الموضوع دوت يكونوا فهموا مني اي حاجه. انا عارفه ان ساعات اللي بفهم كويس بس ايه انا حبيت اوصل للمعلومه ديت واختي ساعدتني وانا فرحت جدا ان انا والله العظيم تاني والله بحب والله انا ما كنتش عارفه لو انا كبيره كده ايه السر في العروسه والحصان غير ان هم زمان كانوا بيصنعوا، انما السر نفسه او اللي الصناع جالهم الهدف دوت ازاي اثبت الكاميرا اسلام.
وجالهم الخبر يعني ازاي جات لهم الفكره وحط لهم الفكره دي ازاي ان هم ايه بسبب المعز الله الدين الفاطمي اللي كان دايما بيحب يعمل بهجه لليوم دوت. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دايما بيصوم كل اثنين، كان الصحابه بيقولوا له اشمعنى يا رسول الله بتصوم كل اثنين؟ قال انا بحتفل بمولدي، انا ولدت يوم الاثنين يوم 12 هجريه، فكان يوم اثنين فدايما بيحتفل بيوم الاثنين في الزفه ان هو كان بيصوم، يعني هو نفسه كان بيحتفل بيوم مولده. احنا كمسلمين لازم يعني نكبر ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس هذا اليوم، من كمسلمين ان احنا نحاول نصوم كمان في اليوم دوت، يعني ايه احياء لسنه الرسول عليه الصلاه والسلام ان هو كان بيحيي يوم ميلاده بان هو يصوم في اليوم الاثنين دوت، وده اكبر دليل على ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيصوم في اليوم دوت بيحتفل بمولده، وهو احق من اي مسلم تاني ان هو يحتفل بميلاد رسول الله، خير ما ارسل الله وهدى للمسلمين اجمعين. وسبحان الله كل سنه وانتم طيبين. عايش طولت عليكم ورغيت كتير، انا حبيت بس ان انا اوصل معاكم للفكره دي لكل الناس يعرفوا السبب الاساسي للعروسه وازاي ان هو عندنا بنحتفل وبيكون في مصر بالذات طابع خاص جدا للاحتفال بايه؟ بمولد النبي الشريف والحلاوه اساسها ايه والسمسميه والحصان وكده. واهم حاجه ناحيه سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ان احنا بنصوم يوم الاثنين، وطبعا معظم المسلمين بيصوموا يوم الخميس. من احيا سنتي حلت له شفاعتي يوم القيامه، اللهم صل وسلم عليك حبيبي يا رسول الله. كل سنه وانتم طيبين، وتحيه خاصه للدول العربيه وكل حبايبي بحبكم في الله. ما تنسوش في الكومنتات انزلوا كلكم بالصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزه اقول الكومنتات اللي في تحت الفيديو ديت ان انتم بتصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليك حبيبي يا رسول الله. والنمل يجنني يا جماعه، ادعي لي بالله عليك وشوفي لي حل للنمل ده. اي حد عنده حل للنمل ده يقول لي، مش عارفه اصور فيديو عد زي الناس. وسامحيني للتاثير معاكم، انتوا عارفين والله بتعب ومش بقدر اقف ان انا على رجلي كتير، اول ما بقف والله ضربات قلبي بتعلى وضغط بيوت، ومش بقدر اعمل اي روتين ولا اي فيديوهات اليومين دول خالص غير ان انا اشوفكم كده وابعت لكم بوس واسلم عليكم وارحب بيكم حبايبي اجدع واحلى ناس في الدنيا، بحبكم في الله. ويلا بقى شوفوا بقى الاغنيه ديت، واختم معاكم بالاغنيه ديت، يا رب تنال اعجاب حضراتكم. ومع السلامه، اعطوني في اللايك واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي 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 باي. صلى الله عليه وسلم.